أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم. وقلنا إن تلك إشارة إلى الديار الديارس بعدهم، ولكن الجحد لم يكن من الديار وإنما كان منهم، ولذلك عدل إلى قوله وجحدوا بآيات ربهم. وقلنا إن الآيات جمع، والآيات هي الأمور العجيبة الملفتة للنظر التفاتا يوحي بإيمان بما تنص عليه. ومن الآيات ما يدل على قمة العقيدة هو الإيمان بالله الرب الخالق الحكيم القادر. وقلنا ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، ومن آياته إلى آخره. تلك هي الآيات القمة. وآيات أخرى تأتي مصدقة لمن يخبر أنه جاء رسولا من عند الله من المعجزات. وآيات أخرى فيها الأحكام التي يريدها الله بمنهجه لضمان صحة حركة الحياة لخلقه. إذن فالآيات آيات الكلمة الملفتة إلى الواجب الوجود، والآيات الثانية المعجزات الدالة على صدق الرسول، والآيات الثانية هي المستمرة على منهج الله. فجحدوا بأي الآيات؟ جحدوا بكل هذه الآيات، إيمانا بالقمة وتصديقا للرسول بالإيه بالمعجزة، وإهمالا وتركا لمنهج الله. وعصوا رسله. الذي ذكر إلى عاد إنما هو هود. لأن الله أخذ عن ميثاق النبي وما آتيتكم من كتاب ثم جاءكم رسول مصدق لما معه لتؤمنن به ولتنصرنه. إذا فكل أمة من الأمم عندها بلاغ من رسولها بأن تصدق كل أخبار كل رسول مرسل. ولذلك قال الحق لا يفرق بين أحد، كلنا نؤمن بهذا. نعم. وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. كأن قسمهم قسمين، اتبعوا أمر كل جبار عنيد، فيهم اتبعوا وفيه اتبعوا. الجبار العنيد اللي هم ايه؟ سادة الطغيان القمم، والناس التانيين ايه؟ الأتباع. فالناس اتبعوا الجبابرة، الناس اتبعوا الجبابرة. قلنا ان الناس قسمين، قسم تطمس الحقيقة جبروت الخلق، وقسم يقف امام نفسه ويعاني جبروت الخلق. ودول الاتباع والمتبوعين. الحق سبحانه وتعالى من رحمته حين يتكلم عن الفرق الضالة يتكلم عن الفرق المضلة، فيه ضال في ذاته واقتصر على ذلك، وفيه مضل لغيره. المضل لغيره ده يبقى له عليه جزئين، اثنين وزر ضلاله في ذاته ووزر ايه؟ واوزارا مع ايه؟ مع اوزاره. مع ان بيقول لا تزر وازره وزر ايه؟ فكيف يحملون اوزار واوزار ثانيه؟ يقول لا، ده فيه وزر لضلاله في ذاته ووزر لاضلاله لمين؟ لغيره. الذين اتبعوا بيبقى لهم بعض العذر، اتبعوا بالجبروت والقصر ولا بالاقناع والبينه. في ناس قالوا اقنعوا، ولذلك شوف القران بقى لما يعالج القضيه. فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمن ايه؟ ابي فرقه. طب وقبلها ايه؟ ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وان هم الا يظنون. فلما صب العذاب صبوا على الفرقتين ولا برضه ريح الفرقه الاولى؟ فويل للذين يكتبون الكتاب بايه؟ بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله. واتبعوا امر كل جبار ان يجبر غيره قهرا على ان ايه؟ ما يؤمنش بالايه؟ بالرسول. وعنيد معاند بالايات التي ياتي بها الرسول التي كان المفروض تعملها ايه؟ تحنن قلبه وتلققه الى ان يؤمن بصدق الايه؟ بالرسول. واتبعوا في هذه الدنيا لعنه. الله، اتبعوا في هذه الدنيا لعنه
قال لك نعم. الزمان بالنسبة للخلق ثلاث أقسام: حياته هذا زمان، بعد ما ساعة ما يموت إلى أن تقوم الساعة زمن آخر، زمن إيه؟ البرزخ. ساعته يبعثون هذا زمن ثالث، هذا زمن إيه؟ يبقى ثلاث إيه؟ ثلاث أزمنة. الحياة فيها العمل، والبرزخ فيها عرض الجزاء. مش الجزاء بقى بس عرض كده، معرض كده يعرضون عليك، وفي الاخر يجي الايه؟ العذاب. يجي كم زمن؟ ثلاث: حياه، وبرزخ، وبعث. كل وقت منهم له ضرب. فالحياه مجال العمل، والبرزخ مكان عرض الجزاء، والعرض غير الدخول. وبعدين في البحث يبقى دخول. ولذلك القرآن لما يعبر عنه يقول ايه؟ على قوم فرعون يقول: النار يقربون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. يبقى في كم زمن هنا؟ زمنين. لا، هنا زمنين هنا. النار يقربون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا. يبقى فيه عرض وفيه ايه؟ ادخال. يقول له تعالى بقى علشان يثبت عذاب البرزخ، العذاب اللي هو مش دخول، ده عرض للعذاب. ساعة ما يشوف الحتة اللي هيتعذب بقى، يبقى عايش في عذاب ولا مش عايش في عذاب؟ عايش في عذاب. قال لك طب ده من أزمنة ثلاثة. والله يقول: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخله. يبقى اتكلم عن زمنين اثنين. طب النار يعرضون عليها في الدنيا ما حصلش، يبقى مجال الأزمنة دنيا وبرزخ وبعث. ما حصلش إن يكون فرعون عرضوا على النار غدوا وإيه؟ يبقى لم يبقى إلا إيه؟ لأن البعث حيقول أدخله، يبقى زمن العرض فين؟ يبقى عرض العرض في البرزخ. هنا بيقول: وأتبعوا في هذه الدنيا إيه؟ لعنة. أولا الله لعنهم وعذبهم في الإيه؟ بالعذاب اللي جاء. وبعد ذلك يذكر قصتهم في كلام يقول: ألا بعدا، ألا لعنة الله على كذا. يبقى وهم ما يتم بتجيلهم ايه؟ بتجيلهم برضو اللعنة. يبقى لعنوا في دنياهم واتبعوا لعنهم في دنياهم بالعذاب، اتبعوا بالايه؟ بالدعاء عليهم ان يلعنوا. وبعد ذلك يدخلون فايه؟ فيلعنوا. يبقى ملعونين فين؟ في الأزمنة كلها: الدنيا وبرزخا وبعثا. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. أتبعوا في هذه الدنيا إيه؟ لعنة. إمتى؟ وهم في البرزخ دلوقتي بقى لعنوا في العذاب، ويلعنون الآن وهو البرزخ، لأن بنقرأ القرآن ونقعد نلعن فيهم ولا لا؟ وبعدين يوم القيامة إيه؟ الثالثة: وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. يبقى لعنة تانية: ألا إن عادا كفروا ربهم. احنا قلنا زمان في ألا، ساعة ما نسمع ألا نقول نعرف الله ألا تنبه السامع إلى أهمية ما يلقيه المتكلم. ليه؟ قال لك لأن السامع قد يجابه بالكلام وهو غافل، لان اللي بيقود زمام الكلام ليه؟ المتكلم. قبل ما يتكلم بيثير في نفسه انه ايه؟ انه هيتكلم. يبقى مين اللي بيعيش في الكلام الاول؟ المتكلم. والسامع غافل، يفاجئ بالكلام. فيفاجئ بالكلام علشان ما تفوتش منه كلمه، نقول ما نقولوش اول الكلام المراد قوله، بل نجيب له كلمة كده الأول إيه؟ زي الجرس كده تنبهه، تنبه لنا على الكلمة، علشان ما تفوتش ولا كلمة من غير ما إيه؟ يستوعب. ألا أنا إنهم يسوسوا، ألا هبي بصحنك البصر، يعني تبقى ألا أداة إيه؟ تنبيه، لتخرج السامع عن غفلته حتى يستقبل إيه؟ كلام المتكلم كل ما يفوتش منه إيه؟ وده معناه إن الكلام ده مهم. هنا يقول: وأتبعوا في هذه بقى اتلعنوا، وأتبعوا في هذه اتلعنوا في الحياة بقى يعذبوا،
بالصيفة والوجفة والمش عارف الايه، وبعدين اتبعوا لعنة في البرزخ، وبعدين تلفينك لمحل عنه بقى كان لعنة مخافة ان يرق قلب السامع عليهم من كسرة اللعنات وتواليها. فجاء بالحيثية او تنبهوا ان عاما كفروا ربهم. يبقى لما يجيب المسألة يبقى عرفنا هم يقول ايه الساهل. ليه؟ اما لك لان فيه من جريمة زمن وللعقوبة عليها زمن. الخطر كل الخطر ان يتأخر زمن العقوبة عن زمن الجريمة. ليه؟ لان الجريمة لما يمضي زمنها تبهت بشاعتها في النفس. فاذا ما استقبلنا اللي قتل بقاله 3 سنين وهنقتلوه النهاردة يبقى الجريمة الاولانية ايه؟ بهت. وفعلها في النفس قال ينبه العطف على الجريمة الجريمة دي. اذا من فساد نظم الحكم ان يتأخر العقاب عن الجريمة. ليه؟ لانه بيخلي الجريمة تعمل ايه؟ تبهت. وبعد ذلك والجريمة كلها فيها سلام، الاعجاب ايه؟ والسلم ايه؟ ما تشوفوه عمل ايه؟ بأنت تبيح له ان يظلم وتنقضنا ان نعدل. دي ازاي الكلام ده؟ انت بس البشاعة اعدامه دلوقتي. طب ما تشوف هو عمل ايه لما يجي مثلا يقول لك هيعدموا كذا شاب لانه انت عرضوا لبنته وخذوها ومش عارف ايه بتاع وحاجات زي دي. شوف بشاعة الجريمة وخذ العقوبة في ساعة غليان النفس ضد الجريمة. تقول ما تاخذكش الرحمة الحمقاء اللي بيعمل ويستثني في المصائب ايه؟ انه الجريمة تقع بعد 10 سنين ولا بعد 5 سنين ده وده يأجل وده مسورة وده مش عارف ايه وده استئناف وده اغراء بالعالم. ايش الحكاية بتاعتكم؟ ليه؟ لازم الجريمة على طول. فلأجل هم اتلعنوا بالعذاب وبعدين اتبعوا لعنة في البرزخ وبعدين جات لهم لعنة في الآخرة. 3 لعنات من يجي بعدها لعبة أو 3 لعنات يقولوا تنبه إلى الجريمة. ألا إن عاما كفروا ربهم. ما تخبطش الرحمة الحمقاء. ألا إن عاما كفروا ربهم. كفروا ربهم وكفروا بربهم ولا كفروا نعمة ربهم عليهم؟ وربنا يعني على الجنة اللي بيعبدوا كده بالجاهل ده هو قدم لنا قبل أن يطلب منا. متى كلف الله عباده؟ كلفهم بعد ما بلغوا سن الرشد وبقوا كويسين. طب الأول يبقى قدم ولا ما قدمش؟ فلا إن عادا كفروا ربهم. فلما تيجي بقى القضية نقول له إلا ده يستحق اللعنة دي واللعنة دي واللعنة دي والجزاء. عادل ولا مش عادل؟ لأن ربي على صراط مستقيم لسه ما قال سبق إن ربي على صراط الإيه؟ مستقيم. تقوم بعد ما يجيب لك الجريمة هو العذاب بقى بشع وبعدين جاب الجريمة فإيه؟ خلاها ملائمة. وبعدين أنت بقى لما تسمع الجريمة تقول لي عن أبوه ولا الكلب 8 مرات. ألا إن عادا كفروا ربهم. شوف بقى أنا ربيع دل عاد كونه أنت اللي تقول بعدين تجيب لهم لعنة جديدة أنت كمان مش تخفف عنهم اللعنات تجيب لهم لعنة إيه؟ أنا بعدا لعاد وقوم إيه؟ قوم بشيء من عاد كونه. أما لك لأن عدت نوعين، نوع هو طغوت ونوع ثاني كانوا جماعة طلعوا راحوا فين؟ راحوا في الجزيرة وعاشوا منهم. ولذلك انها اهلك عادا الاولى يبقى كنت عالثانية ولا يقعد الهود. وبعد ذلك يأتي موكب اخر من مواكب الرسالة فيقول والى ثمود اخاهم صالحا. قال برضه اول حاجة القمة يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. اعبدوا الله لان العبادة معناها ايه؟ تلقي اوامره تفعل ولا تفعل في كل حركة من حركات الحياة. لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. يجي مثلا البلد بفاش خياطين يوم على ولي الامر ان يفرض على واحد يقول لازم تبقى خياط. لاننا عايزين مرض عشان على الاقل نستر عورة المصلي مش هنقول دي. يبقى ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه؟ ومحدش رضي مثلا يبقى خباز يطرد على واحد يبقى خباز.
ليه؟ لان دي فرض كفاية ان قام به البعض سقط عن الباقين، وان لم يكن به البعض يبقى اثم الجميع. والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم. عرفنا فيما مضى التحريم بقوله والى ثمود اخاهم، ايش يقولون واحد غريب ده اخوهم اللي يعرفوه اللي عايشين وياه واسلوبه في الحياه ايه وسلوكه ايه وسيرته ازاي وعقله شكله ايه، دي حاجه معروفه. نعم اخاه سلام. وبعدين قال يا قوم، يا قوم، القوم احنا عارفين ان هو يطلق على من يقوم على الامر، والذي يقوم على الامر عاده هم الرجال، لان امر النساء دائما مستور في طي مين؟ في طي الرجال. ولذلك مش كل حكم يجيب فيه للمرأة يجيب حكم لمين؟ للرجل. والنساء مطويات على الستر دائما في ظل الايه؟ في ظل يا قوم من القيام، يا قوم يعني يا من تقومون للامور. ولذلك الناس بتفهم غلط، الرجال قوامون على النساء تهمين يعني منهم ايه؟ سيطرة. لا ده قوامون يعني قائمون بكل امورهم. اكننا لو في حين الان انهم خدامين عندهم. مش مسيطرين، ده عمالين يقدحوا ويجيبوهم هم اللي قائمين بالامر، هم قاعدين ايه؟ هو من يمشاه في الحيه وهو في الحصان غير مبين، وعايز يسكتها ويقعدها كده في البيت ويجري هو عليها ويشى وهي تقول لا انا اطلع عشان اشارك في بلاء المجتمع. وبعدين يجي برضه ناس ايه يدافعوا عنه يقول لك والنقاب ومش عارف ايه ده انت مش عارف ايه يا اخي، اذا كنت انت ما انتقدتش التهتك في الملابس وانت دي حريه، طب ما تخلي النقاب من الحريه ده. مش انا توكلت فيك، خليها هو حريه، راجل عايز يتنقب طب انت شايفه؟ قال لا ما تخليها حريه. اشمعنى اشمعنى ما تدخلتش في حريه التهتك ولما هي الحجاب تتدخل فيه؟ يبقى لي المسألة ازاي بقى؟ وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو إنشأكم من الأرض. الإنشاء هو إيجاد ابتداء من غير واسطة شيء، يقال أنشأ يعني إيه؟ أوجد وجودا ابتداء من غير استعانة بشيء آخر. هو اللي اخترع ده ما تقولش أنشأه، لأن ده استعان بحاجات كتير علشان ينشئه. استعان بالمادة وخدها من الجبال علشان يشوف المادة اللي تطلق للطرق وتطلق مش عارف إيه والمادة التانية إيه والمادة التانية، واستعان بكذا واستعان بكذا واستعان بكذا عشان، إنما إنشاء يعني إيه؟ يوجده وجودا أوليا بدون إيه؟ استعانة. ولذلك احنا قلنا زمان ان الله سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن جمع مع خلقه تبارك الله احسن الماكرين، خير الماكرين، خير الوارثين، مش كده؟ احكم الحاكمين. يبقى ولا مين ولا عباده؟ ازاي دي؟ امال كده؟ لان في حاجه تخلقها يعني توجدها من عدم، بس الوجود عن عدم قسمه اوجدته عن عدم باستعانة بموجود، ولا اوجدت عن عدم محض من غير استعانة بموجود؟ ان اوجدته عن عدم محض بدون استعانة بموجود بدل انشاء، ان استعنت بشيء موجود يبقى انت خلقت اوجدت من عدم. ولذلك ما ظن الله على خلقه حين يوجدون شيئا بس من موجود، قال برضه انت خلقت طلعت حاجه معدومه، بس لاحظ انها من ايه؟ انها من موجود. لكن انا لما خلقت خلقت من غير موجود، وانت خلقت واوقفت ما خلقت عند خلقك، يعني خلق عمل كوبايه من الرمل وسيحه وعمل منه كوبايه، فضلت كوبايه ما تكملوش، ولا بنجيبش كوبايه ذكر وكوبايه تاني نبقى كلنا ثلاثه. لكن ربنا يخلق ويدي لمن؟ ويدي لمن نوم تكاثر، يبقى هو خير الخالقين ولا لا؟
أنشأكم من الأرض. الخطاب لقوم صالح. نجيني ما نشأوش من الأرض، لأن اللي ينشئ من الأرض مين؟ آدم. يقول لي اللهم هم موجودين من اللي ينشئ من الأرض. لما تنقلها المراحل يبقى وصلت لمين؟ وصلت للأرض. وأيضا هنخليها، لا ما تنقلش الأرض. ثم بيتكلموا ازاي؟ قال لك بالتكاثر بين الزوج والايه والزوجه، الذكر ومين؟ والانثى. الذكر والانثى تيجي بويضه من الانثى، والميكروب منها ومن مين؟ من الراجل. الميكروب اللي منها والبويضه بيجوا ازاي؟ قال لك بيتكونوا من الدم. الدم اللي هو خلاصه الاغذيه المتناسقه في الجسم. والدم بيجي ازاي؟ من الطعام اللي احنا بناكله. والطعام جاي من جاي من الارض، يبقى سواء ربطتها لادم او ابقيتها في دنياك فكل شيء مردته الى الارض. والى ثمود اخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها. استعمركم ساعة ما تشوف الالف والسين والتين يعرف معنى الطلب. استخرج كده يعني طلب ايه؟ اخرج. استخرج يعني طلب الايه؟ استعمر يعني طلب ايه؟ التعمير. ولذلك تجي من الخطا الشائع في الدول اللي كانت بتحتل دول، يقول لك ده دول دول الاستعمار. طب من كانوا استعمار عايزين يعمرون الارض يبقى كتر خيرهم. عدينا لنا شويه ما تقولش استعمار ولا تفتخر. استخراج مش استعمار. استعمركم فيها يعني طلب منكم ان اردتها. يعني هو ضد الخراب. ودي تتطلب امرين اثنين. ان يبقي الناس الصالح على صلاحه. او يزيدوه صلاحه. او يزيدوه ايه؟ صلاحه. يزيد صلاح يعني ايه؟ يعني يبني الشيء باقل مجهود واوفر غايه. كم زمان لما نحب نشرب ميه بنروح فين؟ الى الابار، وناخد بقى القلب ولا مش عارف الحرير ولا الدلو ولا الجرار ولا مش عارف، وياخد الميه. وبعدين دلوقتي التكييف خدوا الاواني المستطرقه وعملوا خزان عالي اعلى من اي بيت، ويحطوا فيه الميه والواحد يفتح الصندوق الميه وصلت لمين؟ ده زاد الصالحه ايه؟ صلاح. ارض مثلا دي بنستعمل بنعمرها بنعمل ايه؟ بننميها بما يناسب التكاثر اللي يوجد. ليه؟ ام قال لك الامن ما يتكاثر بالاستقبال يتقاعد المدير. كل شيء يكسر لما يجي المستقبل. احنا كم تعداد؟ احنا تعدادنا كم دلوقتي؟ كم مليون؟ 50. كنا من 10 سنين كام؟ وبعدين قول من قرن كام؟ ومن قرنين كام؟ ومن ثلاث قرون كام؟ تبقى ايه ماشيه في ايه؟ الى ان تصير الى ايه؟ خد العالم كله ايه؟ كان تعدده قد ايه؟ ومن قرن كان تعدده قد ايه؟ ومن قرنين كان تعدده قد ايه؟ اعمل المثلث كده، المثلث قاعدته الواسعة اهي، وبعدين لو مشيت قدام لورا ايه؟ ولو مشيت لقدام اتسع ويزيد. اذا ما يتكاثر بالاستقبال يتقلب المدير. لو انت نظرت الى هذه من العالم كله هيرتد الى ايه؟ امشي كده امشي كده هيرتد ل 100 بس. وال 100 ل 10. طب وال 10؟ واحد ما يجيش منه، يبقى الاثنين على الاقل. يبقى خلقكم من نفس واحدة وخلق من هذا الجهل. يبقى كلام صح ولا مش صح؟ بقانون الاحصاء يبقى لازم يكون كده. لازم. طيب اذا كل العالم بيتكاثر ده تبقى الرقعة المفيدة لازم تتسع ولا ما تتسعش؟ لازم ايه تتسع؟ دي مهمة من بقى؟ مهمة اللي موجود انتفع بعمل من مضى. يقوم يعمل عمل ينفع من يأتي. اللي بيخلي عندنا ازمة ايه؟ اللي مرت فترات غفلة قعدنا نتكاثر ونهيه الكمية هي هي، لأن هي دي الغفلة اللي حدثت بقى. إنما كان الأصول إن كل ما يجي واحد ينتفع بما بعمل ما قبله يعمل إيه؟ يزيد هي شوية. لو إحنا زدنا بالزيادات اللي هذه لكانت الرقعة كفتنا ولا ما كفتناش؟ أبي واستعمركم فيها. ومن عظمة القرية
انه يعين الضعيف بقوته. واعظم من القوي هو الاقوى اللي يخلي الضعيف يقوى. يعني انا انت مش مقدرش اشتغل مثلا الحوض مقدرش اعملها. يقول انت قوي كنت بتعمل ايه؟ تحمله بقى عني. انما انا ظللت ضعيف. انما بقى الاقوى يقول انت مش قادر تشيلها. انا اقدر اخليك تشيلها. طب شيلها بقى. ده من عملات اللي ربنا بقى. الله وهب كل الخلق من قوته قوة ليفعله. ومن حكمته حكمة. ومن قبضه قبضة. ومن بسطه بسط. كل الصفات دي كلها. ومن غناه ايه؟ جنة. يبقى الله سبحانه وتعالى تجلى على الخلق بصفات من ايه؟ من صفات. بس الصفات دي ايه؟ موجودة. صفات ذاتية. والدليل على ذلك انها تتحول. القوي يبقى ايه؟ الغني يبقى ايه؟ علشان ما تفهمش انك واخدها كده بالله يا ده. يبقى الحق سبحانه وتعالى اعطانا من صفاته قدرة لنفعل. صاحب القدرة لنفعل ده عليه ان يلاحظ حاجتين اثنين. الحالة الأولى أنه انتفع بفعل من سبقه. إن كان بلع النهارده من اللي زرع له النخلة؟ من اللي قبله. إن كان زرع نخلة هو مالك أنت تزرع نخلة؟ صح النخلة بتقعد سبع سنين ما تطلعش. هو وأنت كنت استنيت لما زرعت أنت؟ طب ما أنت جيت لقيت البلع موجود. يبقى زي ما عملك إيه؟ نعمل أنت راسك عشان تمتد كده بإيه؟ تمتد المسألة. لما نعمل احنا كلنا كده يبقى العالم اذا ازداد تكاثرا ازداد خيرا ولا ازداد تكاثرا ازداد ايه؟ ازداد خيرا. هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها. يعني طلب منكم ان ايه؟ ان تعمروها. ابقوا الصالح على صلاحه او زيدوه ايه؟ ان زيدوه صلاحا. فاستغفروه. توبوا إليه. الاستغفار عن الذنوب اللي فاتت زي ما قلنا زمان. والتوبه ما نعملش حاجه ده ما نعملش معصيه ناس وبقى. ما هو واحد مثلا يقول لك انا خلاص رايح احج اهو والحج ده بقى ايه؟ غسل من يمين ونعمل ذنبين ماشي وجبال بقى بيه. طب وانت بقى انت ضامن انك تقعد لما تروح تحج لها حاجه ثانيه؟ ما انتش ضامن ما تحافظ عليها بقى. يبقى يستغفروه ثم ايه؟ ثم توبوا إليه. إن ربي قريب مجيب. ما دام الاستغفار وطلب المغفرة يبقى هو سمع منك لأنه قريب وأجابك لأنه. إن ربي قريب مجيب. قالوا الرد بتاعهم بقى. يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. قد كنت يعني في الزمن الأولي قبل هذا يعني قبل ما تقول الحكاية عبد الله ما لكم إله غيره لا كنت كويس أوي. والمرجو هو الانسان المؤمل فيه الخير. تقول ده فلان ده مؤمل الخير ده عن فيه نجابه ده فيه ذكاء ده فيه تنوع ده فيه امانه ده فيه مش عارف ايه. يعني في خصال تبشر ده انه هيبقى ايه؟ هيبقى المستوى. انت كنت قبل كده ايه؟ مرجو. ليه مرجو يعني ايه؟ الضعيف بتاعه ايه؟ الفقير بتديله من ايه؟ من مالك. اللي مش عارف ايه بتحلم عليه. كل خصال الخير فيك عمال تعمل ايه؟ لكن لما قصرت الدنيا عملت ايه؟ قلت له على الحكايه. قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اي قبل ان تنادي بوحده الاله وعبوديتكم لاله واحد. قبل كده كنت كويس. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ يقول التعبير بالعبادة غلط، لأن العبادة معناها طاعة أمر الله، وأي أمر للأصنام، وأي أمر للشمس، وأي أمر للأشجار اللي هتعبدوه، مفيش أوامر يبقى مفيش عبادة ما تدخلوش عليها يبقى أنكم تعبدوا. لذلك لما يقولوا يعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، يقولوا أنت أثبتتم العبادة بلا منهج. تعبدوا يعني تعمل إيه؟ تعرف إيه؟ طب الذين يعبدونها ماذا أعدت لهم الأصنام؟ والذين لا يعبدونها ماذا اعدت لهم الاصنام؟ يبقى كلام سفسطه وكلام ملوش ايه؟ ملوش واقع. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. يعني مفيش امان ومخاوف. اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا لفي شك
مما تدعون اليه مريب. الله كويس ان انت تقول في شك. والشك عباره عن ايه؟ الشك استواء الكرتين الاسباب والنفس. يبقى انت مش على يقين بانه مريب. ليه؟ قال لك لان لمن انا مرجو يعني خلوهم يترددوا. ده الانسان ده كان كويس، انما بس بدون الى ان نعبد الهه من غير الهتنا يبقى المساله عملت ايه؟ في شك بقى. ما فيش شك. طب يا اخي ما دام في شك يبقى عنده خصال خير وقفت امام ايه؟ امام ما تقولون في انك تنهانا ان نعبد ما يعبده ايه؟ اباؤنا. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أرأيتم يعني أخبروني، أكن هو انتداب حكما، قال لهم أخبروني، إذا كنت أنا على بينة من ربي ويقين بأنه أرسلني وأيدني وأني مش هخدع، مش إن خدعت الناس جماعة مش هخدع إيه؟ مش هخدع نفسي، على بينة من ربي، وأكرمني هذا الإكرام، ماذا تطلبون مني؟ أأترك بينة ربي وأقوله في أني رسول لمنهج وأستمع لكلامكم؟ يبقى إيه اللي يحصل؟ قال يا قوم أرأيتم أي أخبروني إن كنت على بينة أي على يقين من أمر ربي الذي أرسلني بهذه الرسالة وآتاني منه رحمة اللي هي النبوة، فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ من ينصرني من الله؟ ساعة ما تستفهم عن هذا تبقى لا تستفهم عن شيء إلا وأنت واثق بأن الإجابة ستكون ما ترضيك. تقول له أنا راضي ذمتك، أنا معصوف ربنا، هو في إيه؟ أنا راضي وجدي، من يحصرني من الله؟ من ينصرني من الله إن عصيته؟ يبقى إيه لما من واحد يقول لك أنت ما رأيتش حقي، ما سألتش عني، أهملتني. كل من اعطاك الشيء الفلاني، من جاب لك البدله دي، من وظفك، من جاب لك المعونه الفلانيه، انت واثق حين تلقي السؤال انه ان اراد ان يجيب لا يجب الا الحق، يتلجأ كل حاجه ويجب ايه؟ تكلم. طيب انتم عمالين تقولوا كذا كذا، انا هسالكم، انا على بينه من ربي واعطوني رحمه، اذا انا اتبعتكم ولا ما عدكوش عن عبادتها الالهه بتاعتكم، أبقى عصيت ربي ولا ما عصيتوش؟ يبقى عصيته. طب فإذا كنت عصيت الله يبقى من ينصرني من الله؟ واثق أنه لا أحد ينصره من الله. فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ فما تزيدونني غير تخسير. ما هو التخسير؟ خسره تخسيرا. خسره تخسيرا. احنا عارفين ان الخسارة ضد المكسب، ومعنى الخسارة ان راس المال ايه؟ ومعنى المكسب ان راس المال يزداد. انا ان عملت كده هتزيدوني ايه؟ تخسير. التخسير وقع منهم عليه ولا وقع منه هو عليهم؟ شوف كده شوف ايه صراع الاسلوب يخلي المعاني كلها تيجي. ما تزيدونني انا ان اطعتكم وعصيت ربي تبقوا زودتوني ايه؟ خسارة. ام انا اضللكم اكثر وانسبكم الى الخسران اكثر؟ لانكم انتم مش مهديين وعايزين مني ايه؟ يبقى اذا التخسير وقع مني عليكم او وقع منكم ايه؟ ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية. ويا قوم هذه ناقة الله، ان كل هذه ناقة ايه؟ يبقى دل على انهم طلبوا حاجة. طلبوا ايه؟ قالوا خلينا نكت صحيح، طلعت لنا من الصخرة دي، واصلهم كانوا بيبنوا من الايه؟ تنحتونا من الجبال بيوتا ايه؟ وتتخذون مصانع، وتتخذون مصانع لعلكم ايه؟ فكانوا بيشكلوا لما تروح ان شاء الله في دورك بين الشام والمدينه تكون تلاقي مدائن مين؟ مدائن صالح مفقوطه في الايه؟ في الجبال كده. فقالوا احنا عايزين من الصخره دي تطلع لنا ناقه. طيب اقترحوا الايه.
الله سبحانه وتعالى امامهم كده، والصخره تبقى الجبل امتلا عن الصخره وطلع الايه والناقه حامل. بعد ما يطلبوها وبعد ما توجد على وقت ما طلبوها برضو ايه ما يطلقوش، ومش ما يطلقوش يكذبوا، لا ينتقلوا الى الايه نفسها فيعقروها. الفهمين انهم يبطلوا الايه؟ يبطلوا الايه ويبطلوا المعجزه. ويا قوم هذه ناقه الله، ساعه تسمع الشيء مضاف الى الله تعرف ان له عظمه بعظمه المضاف. يقول هذا بيت الله، اذا اطلق بيت الله ينصرف الى ايه؟ الى الكعبه. انما برضه ده بيت الله ولا لا؟ بس لانه نسب الحكمه قطعة من الارض حطرت على ان تكون ايه؟ مخلقة، لا يزاول فيها شيء ابدا. بس الفرق بين بيت الله هناك وبيت الله هنا، ان هنا بيت الله باختيار خلق الله، وهناك بيت الله باختيار الله. ولذلك كان بيت الله باختيار الله قبلة لبيوت الله باختيار خلق الله. اذا اضيف الى الله يبقى ياخد عظمة. فبقول ناقة الله، مش ناقة زيد ولا ناقة عمرو، ناقة الله. ولذلك قالوا ان كل شيء ينسب الى الله لازم ياخذ العظمة المناسبة للايه؟ للاضافة دي. ذلك او ابن ابو لهب كان متزوج بنت رسول الله، وبعدين لما اشتد العناد بين ابو لهب وبين الرسول ام ابوه قال له لازم تطلق بنت محمد، فطلق بنت محمد، وفعل فعل كده يدل على الازدراء. فرسول الله دعا عليه وقال اكلك كلب من كلاب الله، اكلك كلب من كلاب الله. قال ابوه والله اني لاتوجس فرضا من دعوة محمد. فكانوا في رحلة، فكان اذا ناموا ينيم ولده في مكان ويضع كل رحال الركب حوله، ويقعد ناس كده ايه؟ لانه خايف من مين؟ خايف من الدعوة. واذا باسد يقفز من الرحال ويأكل الولد. فلما نسب رسول الله اكلك كلب من كلاب الله، كان كلب الله اسدا. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية معجزة قدامكم، انتوا طلبتوها وإجت لكم ومن الصخر، ومن الايه؟ ومن الصخر. ما هو كان يقدر يجيب المرحلة الثانية بعد الصخر، لأن الكائنات الأرضية إما أن تكون جمادة، وإما أن يأخذ الجماد صفة النمو فيصير نباتا، وإما أن يأخذ صفة الحس والحركة فيصير حيوانا، واما ان ياخذ صفه الفكر فيصير انسانا. يبقى دي اجناس الايه؟ اجناس الكائنات الموجوده. طب كان من الممكن انه يجي يعني تطلع شجره قريبه شويه يبقى فيها اعجاز انه يطلع الشجره من الايه؟ لا، ده طلعها مرحلتين، مش شجره ده حيوان، وحيوان وفيه حيوان، يعني على انها اتلقحت وهي حجر وطلعت حبلة. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، وما دام ناقة الله وهي معجزة لكم فحافظوا عليها ولا تتعرضوا لها حين تشرب وحين تأكل، دعوها كده فذروها تأكل في أرض الله. يبقى ناقة الله في أرض مين؟ في أرض الله. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. يبقى ادالهم الايه؟ ادالهم العظات كلها اهو، ناقة الله لكم. انتوا عايزين آية؟ اهي الناقة اهي، خلوها تأكل من أرض الله وتمسوها بسوء، لأنكم إن مسستموها بسوء بيأخذكم عذاب عظيم. فإذا قال هذا ثم مسوها بسوء ولم يأخذهم العذاب، يبقى اللي مؤمن به يكفر ولا ما يكفرش؟ يبقى لازم اذا حصلت المرحله دي ومسوها بسوء يبقى لازم ايه؟
بأس من عذاب القبر. فعقروها، فلما عقروها بده أكد بقى ان اللي قاله هو هو. فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. تمتعوا في داركم يعني عيشوا 3 وبعدين تجي لكم الايه. فبعد 3 أيام بقاتهم الايه. فلما جاء امرنا، مش جاءت الصعقة ولا الصيحة ولا الامرنا، يبقى كأن الامر امر ايه مطاع ممن يملك تسخير المأمور لإنفاذ ما يريده الآمر. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا. الفاعل واحد، الصيحة جت ولا الزلزلة ولا أي حاجة جت، وجاءت عامة مش في زواجهم، لا عامة. طب فكيف ينجو منها هذا؟ فإذا العظمة بقى، عظمة الإيه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يبطل طبائع الأشياء، يبطل طبائع الأشياء. أكان الحظ أن ينجو إبراهيم من النار؟ لو كان المراد أن لا يحرق إبراهيم في النار لما مكن الله خصومه منه، مش كده ولا إيه؟ لا، مكنهم منه وولعوا النار وخدوه ورموه في النار. لو كان الحظ، لو كان الغرض الانجاء، كان يخلي شويه مطر ينزلوا على النار يطفوا. لا، ان الله اراد ان يقطع عليهم سبيل المعاذير وقال لهم مسكتوه. لو ما مسكتوش يقولوا يا سلام، لو مسكناه ده هو نفد بس، انما لو مسكناه كان امسكوه. وبعدين خدوه ورموه في الايه، في النار. لو المطر نزل وطفى النار عشان ينجو ابراهيم، كان يقول يا سلام لو المطر منزلش لما هو حظ ضم. قال لا يا اخوة، منزلش مطر وبقيت النار نارا، ولكن مالك الطباع يغيرها. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. يبقى شغلانه دي كان كذلك، حين يوجه الصيحه او الريح او الرجفه او الى اخره، يخلي القوم كلهم موجودين وتصيب هذا وينجو مين؟ وينجو هذا. ينجي ويهلك بالشيء الواحد. ليه؟ لأنه عنده الأوامر الموجهة لخلقه. الأوامر الموجهة لمين؟ لخلقه. يجي مثلا افرض إن واحد بيمسك سلك الكهرباء، هل ممكن إننا نقول للواحد الثاني يا راجل إن كنت عايز تمسك السلك ولا حاجة يبقى إيه إيقف على خشب؟ يبقى ده مسك السلك وده مسك السلك وده انصعق وده منصعق. اذا كان الخلق بيقدروا يعملوا ماذا، يبقى الخالق ما يقدرش، يبقى يرضى. والى لقاء